متابعي القناة الإخبارية لتلفزيون الجزائر، أسعد الله أوقاتكم، مرحبا بكم إلى الجزائر مباشر. وفيها اليوم في الحدث وعشية الاحتفال باليوم الوطني للبلدية، سعي الدولة لجعل المواطن في صلب اهتمامات المسؤول المحلي. وفي الملف وفاء لمبادئها الجزائر قوة استقرار وأمن وسلام في الساحل. وفي الملف الدولي المؤتمر 16 لجبهة البوليزاريو وقفة أمل وتجديد في سبيل قضية عادلة. أهلا بكم إلى الجزائر مباشر. إذن تحيي الجزائر غدا الأربعاء اليوم الوطنية للبلدية نحو تعزيز أسس اللامركزية والديمقراطية والمواطنة. المناسبة تأتي هذه السنة بعد توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية وفق نظرة شاملة وعميقة تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد، والتحضير لمقترحات مجدية وعصرية بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين لتسيير الجماعات المحلية، مع التركيز على المواطن بصفته الأساس في التنمية المحلية. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة معي هنا في البلاطو كل من الأستاذ دكتور رشيد دراري أستاذ القانون العام. أستاذ مرحبا. مساء الخير، تحياتي. شكرا على تلبية الدعوة. ويحضر معنا أيضا السيد عبد الرحمن الباية أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والخبير في التنمية المحلية. سيدي مرحبا. شكرا جزيلا، شكرا على الدعوة وعلى الاستضافة. شكرا على تلبيتها أيضا سيد عبد الرحمن الباية. أبدأ معكم دكتور رشيد الوراري، البلدية هذه النواة الأساسية لتحقيق أي استراتيجية تطمح إليها الدولة. هذه المرة يأتي الاحتفال بهذا اليوم، والجزائر تبحث عن أقلمة إن صح التعبير البلدية خاصة وحتى الولاية من أجل مواكبة التحولات الجديدة. أستاذ رشيد دراري، لو نرجع في التاريخ، كيف تطور منظور البلدية في الجزائر منذ أول قانون في سنة 1967؟ طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية شكرا على الاستضافة، سعيد بوجودي رفقة الأستاذ في هذا البلاطو. كما ورد في مقدمتكم، يوم الغد ستحتفل الجزائر باليوم الوطني للبلدية. من منطلق أن البلدية تشكل الخلية الأساسية في التنظيم الإداري الجزائري، ولعل أول قانون بعد استرجاع الجزائر لاستقلالها وسيادتها في 62 كان في 67 يتعلق بتنظيم البلدية باعتبارها كما قلنا الخلية الأساسية، وباعتبارها أيضا القاعدة الأساسية لنظام اللامركزية الإدارية، بحيث أن الجزائر قد اختارت انطلاقا من مختلف مواثيقها، لا داعي للغوص في هذه النصوص السياسية والمواثيق الأساسية، قلت اختارت نظام اللامركزية باعتباره أقرب للمواطن، وباعتباره أو باعتباره يسمح بإيجاد الحلول الملائمة للحياة اليومية للمواطن الجزائري. وانطلاقا من هذا قلت جاءت أو ظهرت البلدية في 67، ثم بعد ذلك كما أشرت في مقدمتك الولاية في 69. وطبعا هذه التجربة، أي تجارب المجالس الشعبية البلدية التي تقوم على الاختيار الحر للمواطن لممثليه على المستوى المحلي، لا محالة مرت بعدة مراحل تاريخية عرفتها الجزائر على غرار مختلف المؤسسات، صعودا باش نكونوا نوعا ما موضوعيين، ونزولا في أحيان أخرى. ولكن مهما يكون، نقول بأن هذه المجالس المحلية التي تشكل القاعدة الأساسية لإدارة الشؤون العامة للفرد للمواطن تشكل اختيارا أساسيا لا رجعة فيه. ولعل هذا ما دفع بالسيدي إذا سمحت لي السيد رئيس الجمهورية أن يضع في التزاماته الالتزام التاسع
هذا الالتزام التاسع الذي ينطلق من القيام بإصلاحات أساسية وجوهرية فيما يتعلق بالهيئات المحلية والتي ربما سنعود لها، والتي أدت إلى تشكيل لجنة وطنية من مختلف الهيئات ومختلف الممثلين لمراجعة القانونين الأساسيين للبلدية وللولاية، ولدين هما موضوع مراجعة ربما ستكون فرصة لنعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل. جيد أستاذ عبد الرحمن البيل، لما نتحدث عن نظرة الدولة أو استراتيجية الدولة وتطبيقها على المستوى المحلي، أكيد هناك شروط يجب أن تتوفر في الجماعات المحلية حتى تصل إلى أهداف وإلى النظرة المركزية للدولة. ما هي هذه الشروط أستاذ عبد الرحمن البيضي يجب أن تتوفر على المستوى المحلي؟ شكرا جزيلا، سؤال وجيه جدا. هذا ما نقوم به في المدرسة الوطنية للإدارة، وهو دراسة ما سبق تقديمه من طرف الجماعات المحلية في مجال التنمية المحلية وفي مختلف الميادين من أجل تطوير وترقية جميع الخدمات لصالح المواطن، لأن المواطن هو يبقى الهدف الأساسي أمام الجماعات المحلية لإشباع حاجياته والتكفل بانشغالاته، وهذه الانشغالات كثيرة جدا، في بعض الحالات تكون معقدة، في بعض الحالات تكون يمكن القيام بها بكل سهولة والجهود متواصلة. هنا وإضافة لما تقدم به الأستاذ الكريم، أقول بأن البلدية تدخل ضمن منظومة تنظيمية هي أساسها أو هي جوهرها، ثم تكون مرفقة بالدائرة وبمصالح الولاية وبالإدارات المركزية لمختلف الوزارات، وصولا إلى الوزارة الأولى وإلى رئاسة الجمهورية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، من أجل تذليل كل الصعاب لإيجاد الحلول لمختلف المسائل المطروحة أمام البلديات. إذن دور المدرسة الوطنية للإدارة هنا يكمن في إيجاد الحلول من خلال الدراسات التي يقوم بها الأساتذة، وهم أساتذة متمرنون ذوي كفاءات ذوي مهارات، لهم باع كبير وتجربة حقيقية في الميدان الفعلي لتسيير الجماعات المحلية. أؤكد وأقول بأن الجماعات المحلية عرفت مراحل، هذه المراحل تراوحت بين الصعبة وبين الميسرة وبين البسيطة وبين المعقدة، وذلك نظرا للتطورات التي حدثت عالميا وخاصة جهويا، وخاصة بالنسبة للأمور التي حاولت بعض الجهات تقويض دور الجزائر في تأدية مهامها الأساسية. إذن بالنسبة للشروط، يجب أن تكون البلدية مستقبلا معطرة من طرف منتخبين ذوي كفاءات ذوي مؤهلات ذوي قدرات على تسيير شؤون العامة المحلية. يجب كذلك أن تقوم البلدية على غرار ما كان سائد سابقا، وهو إعداد حافظات لمشاريع مسيرة ميسرة سهلة الإنجاز للاستجابة الفعلية لمتطلبات المواطنين. يعني أقول مرة أخرى وأركز بأعيننا وفي قلوبنا، المواطن يحتل المرحلة الأولى والمرحلة الأساسية بالنسبة للاستجابة لمتطلباته. ثالثا أقول بأن على البلديات أن تعمل بجهد وبصدق تحت مراقبة ومرافقة الجهات الوصية، ولكن على الجهات الوصية كذلك أن تقوم بمجهود جبار من أجل تسهيل إنجاز المشاريع المخولة للبلدية. هنا أركز على نقطة أساسية، وهي إعداد الملفات الخاصة بإنجاز المشاريع. يجب أن تكون الدراسات صائبة وسليمة، يجب أن تكون جميع الوسائل اللازمة لإنجاز المشاريع في وقتها وبجدية واستجابة للمعايير التقنية، يجب أن تكون حاضرة. إذا استطعنا تحقيق ذلك وفكرنا في نضج الموضوع أو نضج المشروع قبل الشروع فيه، نكون قد وصلنا إلى المبتغى وتحقيق مشاريع ذات أهمية
بالغة لصالح الوطن ولصالح المواطنين. وشكرا. جيد، سأعود إليك أستاذ عبد الرحمن الباي. أستاذ رشيد الوراري، ما دام أن الجماعات المحلية بما فيها البلدية أعضاؤها هم منتخبون، الدولة وضعت ذلك السند القانوني سواء من خلال الدستور سواء من خلال القانون العضوي للانتخابات من أجل أن تكون انتخابات نزيهة ولضمان الكفاءة في تسيير هذه الجماعات المحلية. اليوم بعد إعداد هذه البيئة ومع صدور في ربما في الأشهر المقبلة قانون البلدية، ما هي التحديات الجديدة أستاذ رشيد الوراري للجماعات المحلية؟ كما ذكر الأستاذ، أنا أعتقد بأنه أكبر تحدي يواجه هذه الهيئات المحلية هو أن تتكيف مع التطورات، مع التغيرات، مع المستجدات، مع طموحات وأمل الجماهير الشعبية، باعتبار أن هذه الهيئات المحلية هي هيئات تمثيلية تعكس الإرادة العامة للساكنة في الحدود الإقليمية لهذه الهيئات، سواء كانت بلديات أو يعني بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية أو بالنسبة أيضا للمجالس الشعبية الولائية. طبعا وعندما نقول بأنه يجب أن معنى هذا أنها ضرورة إعادة النظر، وهذا ربما ما أكيد سيأخذ بعين الاعتبار القانون الجديد لهذه الهيئات، وهو إعادة النظر في دور هذه الهيئات، الدور الذي يجب أن تقوم به خاصة في مجال ما يسمى بالتنمية المحلية وفي مجال المشاركة في إنتاج الثروة الوطنية على المستوى المحلي، ولا يبقى دور هذه المجالس محصورا في ذلك الدور التقليدي باعتبارها مرفقا عموميا يقوم بتقديم خدمة عمومية للساكنة، بل يجب إعادة النظر في هذه الخدمة العمومية لتتكيف مع كما قلت الحاجيات، مع المستجدات، ومع أيضا الإمكانيات المحلية لهذه الهيئات، لأنه مهما يكون فإن عندما نعود والأستاذ هنا مختص في الهيئات المحلية سنجد بأنه مجموعة كبيرة من هذه الهيئات تعيش على الإعانات، إعانات الدولة. صحيح. أي أن ميزانيتها تتشكل من الميزانيات التي تقدمها من الأموال التي تقدمها الدولة لها. ولذلك أنا نظن بلي من بين التحديات الأساسية هي أن تصبح أو أن تقوم هذه الهيئات بدورها كاملا في مجال إحداث التنمية المحلية من خلال طبعا كما قال البحث عن مجموعة من المشاريع التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومميزات وموقع هذه الهيئات لأنها تختلف من هيئة إلى أخرى لا محالة، وأيضا تأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن يكون هذا النشاط من وجهة نظر متعددة في إطار التكامل الجهوي على المستوى المحلي. معنى هذا الكلام أننا تكون هناك ثلاثة أو أربعة أو خمس بلديات على مستوى ولاية ما لها نفس المميزات، نفس الخصوصيات، تتمتع بنفس الإمكانيات، وبالتالي ضرورة الآن توحيد جهود هذه الهيئات وإمكانيات وطاقات هذه الهيئات بغرض كما قلت يعني يكون فيه تضامن إقليمي. نعم. بغرض التكامل والتضامني فيما بين هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت أشرت أنه والأستاذ أشار أيضا بأنه أيضا من بين التحديات بالنسبة لهذه الهيئات هو ضرورة أن يكون أو أن تكون تركيبتها البشرية، محتواها البشري في مستوى هذه المهام الأساسية. صحيح. إذا كان في مراحل تاريخية معينة كان مسموحا لي هي، وهنا لازم نتفقوا لما نقول مجلس شعبي محلي معناه انه يعبر عن الاراده العامه لمجموع الساكنه على المستوى المحلي، اي انه لا اراده تعلو فوق اراده المواطنين في اختيار هؤلاء الممثلين لهم، ولكن الان من خلال مجموعه من الاليات، مجموعه من المقاييس، مجموعه من الشروط التي وضعها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات خاصه فيما يتعلق بالمحتوى البشري، وضروره ان يكون هذا المحتوى البشري يعكس التحديات التي تواجهها الجزائر في هذا المجال، وان يفتح المجال للطاقات الشبانيه للكفاءات والقدرات الجمعيه، فلا محاله بان هذا الجانب أو هذا النقص الذي كان موجودا في مراحل تاريخية معينة سيتم تجاوزه واستدراكه، وتم بالفعل من خلال النتائج التي أسفرت عنها عملية تجديد الهيئات المحلية، وشفنا بأنه من بين اهتمامات سيد رئيس الجمهورية والأوليات التي أعطاها في هذا المجال في إطار القيام كما قلت بتجسيد
التعهد التاسع له اللي هو القيام بإصلاح جذري لهذه الهيئات المحلية. قلت قام بمراجعة هذا القانون، قانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابات، وحدد المقاييس والشروط. وطبعا في هذا المجال كنا قد تحدثنا كثيرا، ولذلك فهذا العائق الآن تم نقول مبدئيا تجاوزه، وبقيت فقط تكييف طبيعة ودور ومهام هذه الهيئات المحلية مستقبلا. جيد. أستاذ عبد الرحمن الباي، الظاهر اتفقتم أنتم والأستاذ رشيد الوراري أن التحدي اليوم هو خلق الثروة، يعني التحدي هو اقتصادي. لكن أستاذ عبد الرحمن الباي، لما نتحدث عن خلق الثروة، هناك بعض البلديات بحكم الجغرافيا أو بحكم تاريخي هي باستطاعتها أن تخلق الثروة، هي بلديات بين قوسين غنية، يمكنها أن تخلق الثروة، أن تسير تسييرها المالي نفسها بنفسها. لكن هناك بعض البلديات بحكم الجغرافيا وبأحكام أخرى هي بلديات فقيرة. اليوم كيف يمكن أن تخلق هذه البلديات الفقيرة، إن صح التعبير، أن تخلق الثروة وأن تساهم هي أيضا في التنمية المحلية؟ أستاذ الباي، شكرا جزيلا. سؤال واجه آخر وجيد، ويمكن أن نقول أنه ركيزة من الركائز التي نعتمد عليها في التحليل من أجل إيجاد الحلول على المستوى الوطني. يجب أن نفكر بأن الإقليم الجزائري هو وحدة واحدة، ويجب أن نفكر أن تكون عملية التنمية في نفس المستوى على جميع جميع الفضاء الوطني. نقطة الأولى. النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها، هناك عدة مشاغل مفتوحة، ملفات هامة مفتوحة حاليا أمام الجهات المختصة، منها ملف مراجعة ملف قانون الجماعات المحلية وليس البلدية. هذا القانون سيحدد مهام كل جهة من الجهات، من البلدية والدائرة والولاية مرورا إلى الوصاية المركزية، سيحدد المهام بدقة. النقطة الثانية التي يجب أن نشير إليها هو في إعداد لقوانين المالية مستقبلا. إذن قوانين المالية مستقبلا ستحدد بدقة ما هي المبالغ أو الاعتمادات المالية التي يجب تعبئتها من أجل إنجاز المشاريع، وفي ظروف محددة جدا بشروط محددة. نقطة الثالثة بالنسبة للبلديات المعزولة أو البلديات الفقيرة التي ليست لها موارد، القانون الحالي يتكلم عن التكافل فيما بين البلديات. صحيح. وفيما بين الجماعات المحلية، وهناك كذلك لصندوق الضمان والتضامن الذي يقدم كذلك إعانات ومساعدات في هذا المجال. ما يجب أن نقوم به حاليا هو التفكير وبعمق في كيفية مد هذه البلديات الفقيرة أو المعزولة بالإمكانيات، ليس فقط المالية بل بالنخبة، لأن الثروة أساس يعني خلق الثروة هو يرجع إلى النخبة. النخبة في كافة الميادين وعلى كافة المستويات، مهما كانت البلدية فقيرة، مهما كانت بعيد، النخبة هي التي يمكنها أن تقوم بدراسات تمكننا من خلق الثروة وإعطاء الوسائل الضرورية لجميع البلديات على مستوى الوطن، لجميع الولايات، حتى تكون هناك تنمية متجانسة متكاملة مترابطة. وهناك كنوز، ولكن هذه الكنوز المكنونة الموجودة على هذه البلديات التي نقول بأنها بعيدة، وهي ليست بعيدة على قلوبنا رغم بلغة المسافة، فهي هذه البلديات تتربع على كنوز، هذه كنوز مكنونة. إذن يجب فقط تعبئة الوسائل والقيام بحملات أو بعمل إعلامي من أجل إظهار هذه المكنونات. جاي. ومن أجل إظهار ما يمكن هذه البلديات من تبوؤ مكانتها على المستوى الوطن. جيد. ورأينا ذلك من خلال رفع العراقيل عن عديد المشاريع التنموية على المستوى المحلي، خلق ثروة وخلق أيضا مناصب شغل. أستاذ رشيد الوراري، لما نتحدث عن
رئيس الجمهورية قالها، قال أنا المواطن وألف وبيطة، هكذا قالها السيد رئيس الجمهورية، أن يعني أن المواطن ليس هو طرف في معادلة وإنما هو كل المعادلة ومحور كل المعادلة. اليوم المواطن يختار ممثليه أستاذ رشيد الوراري، لكن بعد الاختيار هؤلاء الممثلين اليوم المواطن مدعو أيضا لأن يشارك في اتخاذ القرارات من خلال ما اصطلح عليه الديمقراطية التشاركية اليوم أستاذ رشيد الوراري. أكيد هو المواطن هو الهدف هو الغاية وفي نفس الوقت هو الأداة صحيح نعم لتحقيق هذه الغاية. عندما نتكلم عن تحديات إن صح هذا المصطلح التي تواجه هذه الهيئات المحلية كهيئات منتخبة ديمقراطيا كهيئات تجسد الإرادة العامة لمجموع ساكنتها كهيئات تعبر عن الرأي العام الموجود على في الحدود الإقليمية، فمعنى هذا بأنه المواطن أيضا له دور أساسي في تفعيل وفي القيام هذه الهيئات بالدور المحدد لها قانونا وذلك من خلال ما يسمى بالديمقراطية التشاركية. هذه الديمقراطية التشاركية التي تعتبر لبنة جديدة ومكسبا أيضا جديدا جاءت به المراجعة الدستورية تاع 2020 طبعا بصيغة واضحة، وقبل ذلك حتى لا نكون مجحفين أيضا المراجعة الدستورية ل 2016 لكن 2020 عمق هذه التجربة أي تجربة ما يسمى بالديمقراطية التشاركية التي تعني من وجهة نظري في مرصد وطني المجتمع المدني في مجلس أعلى للشباب نعم مرافقة المجتمع المدني من خلال هيئاته الموجودة اللي هي مختلف الجمعيات والمنظمات المدنية والتي تواجهها المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني المجتمع وأيضا المدني. المرصد الوطني للمجتمع المدني قلت يجب على هذه الهيئات أن ترافق هذه الهيئات التابعة للمجتمع المدني أن ترافق ما يسمى بالمجالس المحلية المنتخبة بعبارة أخرى، فإن هذه الديمقراطية التشاركية كاختيار أساسي وكأداة أساسية معمول بها في أغلب دول العالم يجب أن تكون بمثابة المرافق بمثابة المراقب بمثابة المنبه لهذه الهيئات في حالة ما إذا أخلت بالتزاماتها أو خالفت مذاكر. هذا لا يعني بأن هاتين الهيئتين هما في أو هاتين الاختيارين ما يسمى بالديمقراطية التشاركية وما يسمى أيضا بالديمقراطية الانتخابية على اعتبار أن المجالس الأولى هي مجالس منتخبة محليا وليس في حالة تصادم وإنما تكامل وبالتالي فمهامها تندرج في إطار التكامل مع المجتمع ما يسمى بالمجتمع المدني، ولذلك قلت بأنه هذه الديمقراطية التشاركية مهمتها الأساسية هي مرافقة هذه الهيئات المحلية المنتخبة في القيام بدورها وفي دق ناقوس الخطر إن كان هناك انحرافا أو إخلالا بدور هذه الهيئات المنتخبة. جيد سيد رشيد السيد عبد الرحمن بي للأسف يبقى لدينا الكثير من الوقت لكن يجب أن نتطرق لنقطة مهمة جدا وهي قضية الرقمنة على المستوى المحلي من أجل القضاء على البيروقراطية والقضاء على الفساد. ألا ترى أنها هو ليس خيار وإنما ضرورة لابد منها أستاذ عبد الرحمن بي؟ شكرا. إذا أقول بأن عصرنة الإدارة ورقمنتها هي حاليا نقدر نقول المحرك الأساسي. نعم. هي الفكر لأن حاليا مع اللي هو الذكاء الاصطناعي. صحيح نعم. وإنجاز اللي هي محطات خاصة بالرقمنة وتشبيكها من أجل أن تكون مترابطة فيما بين مختلف القطاعات. يمكن الحصول على كافة المعلومات لحظيا وكذلك تقدم حلول لحظيا دون تدخل المفكر أو الإنسان أو المسير، وهذا ما يسهل وبصورة واضحة جالية رائدة غير مكلفة في تسيير المشاريع وإنجاحها وتحقيق الأهداف المخولة لها بكل نزاهة وشفافية. نعم هي ترسي الشفافية لأن كل شيء مسجل. نعم. إذا كان قريب تنتهي ماذا بي كلمة أخيرة. نعم. تفضل باختصار. لا باختصار أنا يعني لي قناعة تامة بأن الجزائر ستبقى رائدة واعدة صاعدة مهما تعقدت الظروف.
وشكرا. جيد، شكرا لكم سيد عبد الرحمن الباي، الأستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والمهتم أيضا بالتنمية المحلية. شكرا لكم سيدي على الحضور وعلى هذه الإفاضة. دكتورنا أستاذ رشيد الوراري، أستاذ في القانون العام، شكرا لكم أيضا على الحضور وعلى هذه الإفاضة. أذكر فقط أنه يوم الخميس سيكون فيه لقاء ما بين الحكومة والولاة أيضا تحت شعار التقييم والأفق. بالتوفيق إن شاء الله. بحول الله. نلتقي مباشرة إلى الملف. في الملف اليوم سيكون لدينا حديث حول دور الجزائر في منطقتها الساحل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، تحقيق هذه الثنائية، ثنائية الأمن والتنمية، حيث تلعب الجزائر دورا رياديا في استقرار منطقة الساحل، وهي اليوم من الدول المحورية في إنشاء آلية تعاون وحوار أيضا في المنطقة، لما لها من القدرة والخبرة الضرورية للمساهمة في استقرار المنطقة وتحقيق السلم. للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة كل من الدكتور سليمان عراج، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. سيدي مرحبا. أهلا وسهلا، مساء الخير. شكرا على تلبية الدعوة. يحضر معنا أيضا الدكتور الهواري تغلسي الخبير الاقتصادي، مرحبا بكم سيدي. شكرا، بارك الله. شكرا لكم أستاذ سليمان عراج. أبدأ معكم لما نتحدث عن دور الجزائر في هذه المنطقة، في منطقة الساحل، أكيد الارتكاز يكون على العقيدة الأمنية للجزائر ودبلوماسيتها أيضا، بما تتميز هذه العقيدة وهذه الدبلوماسية للجزائر أستاذ سليمان عراج؟ شكرا لك. قبل الحديث على ربما مميزات وخصائص العقيدة الدبلوماسية والأمنية الجزائرية، لابد من الإشارة إلى خصائص هذه المنطقة. نعم. انطلاقا من يعني الخصائص الجغرافية يعني البشرية، إضافة يعني بنية وتركيبة المنطقة، هذه المنطقة إضافة إلى أهم التهديدات التي ربما تعيشها وتعرفها منطقة الساحل الإفريقي، والتي كانت ربما فضاء لنشاط عدد كبير من يعني سواء المجموعات الإرهابية أو نشاط الجريمة المنظمة بمختلف أنواعها، وعلى رأسها تجارة المخدرات التي أصبحت المحرك الأساسي لمختلف أشكال الجريمة في منطقة الساحل الإفريقي، وحتى يعني الأداة المساهمة في تغذية انتشار الإرهاب وتمويله، وهو ما يعقد من ربما الإشكالات التي والأزمات التي تحصل أو تعرفها المنطقة. أضف إلى ذلك بعض الإشكالات الإثنية، وأيضا إضافة لذلك فيه مسألة التدخلات الأجنبية، محاولة عسكرة الحلول في المنطقة. هذه كلها مجموعة عوامل يعني في مواجهة عقيدة أمنية ودبلوماسية ثابتة مبنية على أسس عقلانية، على بعد نظر وعلى استشراف، وفيه أيضا حتى في إطار العمل الأمني والدبلوماسي الجزائري فيه خطوات دائما وقائية استباقية، وخطوات تعتبر خطوات يعني عملية دفاعية. الهدف منها هو ضمان أمن واستقرار المنطقة. الملاحظ أنه الجزائر لم تكن يوما بلد متدخل بصفة مباشرة في منطقة الساحل الإفريقي. والملاحظ أيضا في إطار العقيدة الأمنية والدبلوماسية للدولة الجزائرية أن الجزائر ظلت وما تزال تعمل على ترقية العمل المؤسساتي ضمن مؤسسات الاتحاد الإفريقي، باعتبارها يعني كيان يمكنه أن يساهم في دعم وخدمة الاستقرار والتنمية في إفريقيا على العموم، وخصوصا منطقة
الساحل بالنظر الى حساسيتها. الشيء الثاني ايضا انه عملت وتعمل الجزائر سواء على الصعيد الدبلوماسي والتنموي او على الصعيد الامني على ترقيه مختلف انواع الشراكه والتعاون مع مختلف الدول الافريقيه. لما نروح نتكلموا على المساله الامنيه نتكلموا على مبادره سيموك وهي المبادره التي تجمع قيادات اركان خمس دول افريقيه قائمه على مساله التعاون المشترك في حمايه الحدود والتصدي لمختلف انواع الجريمه. نتكلم على الصعيد الدبلوماسي ما قدمته الجزائر وما تزال تقدمه. راينا يعني السيد رئيس الجمهوريه يستقبل وزير الخارجيه المالي وايضا المكلف بملف المصالحه. راينا يعني الدور الذي تقوده الجزائر في خدمة قضايا المنطقة وفي دعم الأمن والسلم بالنسبة لدول الجوار، وهذا كله يعني ينبئ عن الجهد المبذول وعن التصور والرؤية الحكيمة العقلانية والبراغماتية في نفس الوقت. جيد، سأعود إليك دكتور سليمان عراجة. دكتور الوري تيغرسي، لما نتحدث عن الجريمة المنظمة وعن الإرهاب، ما يغذي هذه المعضلات هي الفقر ونقص التنمية. الآن الجزائر كيف يمكنها وكيف أمكنها من خلق هذه الديناميكية الاقتصادية في هذه المنطقة أستاذ الوريدي غرسي؟ أكيد طبعا سليمان ذكر أنه بعض النقاط مهمة جدا فيما يخص طبعا المرحلة السابقة واللي عرفنا كثير من الأزمات سواء بالنسبة للأزمات الاقتصادية، الأزمات طبعا الاجتماعية، الأزمات الأمنية، كل الحركية اللي كانت موجودة طبعا في هذه المنطقة. وحتى أنه المداخيل طبعا لأنه لازم نعرف أنه هناك بعض الدول اللي ربي خلقها في الفقر هذا لأنه عندهم مشكلية أمن غذائي، عندهم مشكلة بيئة طبعا، ولكن بالمقابل هناك بعض الدول اللي عندهم إمكانيات طبيعية ويمكن ترقيتها. نظن أنه طبعا رئيس إفريقي مؤخرا في لقاء طبعا أمريكا إفريقيا ذكر نقطة مهمة جدا، قال له لا نريد طبعا مساعدات، نريد مساعدات لتحويل بالنسبة للتكنولوجيا. إن لأنه علاش الإمكانيات المحلية خاصة على هذه المناطق موجودة وكبيرة جدا، وخاصة لما نشوف نقطة مهمة جدا اللي هي طبعا اليورانيوم. اليورانيوم موجود تقريبا في أغلب الدول الساحل، وبالتالي أنه كيف يمكن طبعا الاستراتيجية، كيف يمكن إيجاد تنمية بالنسبة لهذه الدول، كيف يمكن طبعا إيجاد وعلى الأقل لأنه لا يمكن طبعا الحديث عن التنمية إذا لم يكن طبعا تقرير أو استقرار طبعا اقتصادي، استقرار أمني. أول حاجة هو الاستقرار الأمني ثم نحكي على بعثها على طبعا الاستقرار الاقتصادي، لأنه مهم جدا لما نشوف المعطيات حقيقية بالنسبة لهذه البلدان. تقريبا هناك بعض الدول اللي توصل 90% في قطاع الزراعة، وقطاع الزراعة معناتها بالمنظور كلاسيكي، معناتها زراعة قديمة جدا بطريقة تسير بطريقة كلاسيكية. لكن أستاذ وليد تيغرسي، هناك من يقلب المعادلة يقول لك لتحقيق الأمن يجب ترقية الاقتصاد، يعني يقول لك هناك في بعض البلدان المشكل هو مشكل اقتصادي ولهذا تتعزز يعني هذه الجماعات الإرهابية هناك. نعم، ولكن نظرة بالنسبة للجزائر طبعا في كل الوقفات وكل القطاعات تمشي في نفس الوقت، معناتها ترافق الجانب الأمني بالنسبة لكل البلدان، سواء بالنسبة لموريتانيا شفنا الحركية اللي موجودة بالنسبة لموريتانيا، شفنا الوقوف الجزائر بالنسبة لمالي، بالنسبة للنيجر، بالنسبة لكثير كل الدول طبعا الإفريقية، أنه المراحل القادمة راح نشوف حركية على مستوى الحدود من خلال نقطة مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني وبالنسبة للأمن الوطني، ولكن بالنسبة للدول الأخرى لتحقيق طبعا تبادل تجاري وطبعا تحقيق معناتها المقايضة اللي كانت موجودة غايبة في المرحلة السابقة من خلال طبعا إنشاء هذه العشرة ولايات، لأنه كأنه نقطة تقارب بين البلدين، بين الجزائر وبين الدول الإفريقية. نظن أنه الفكرة بالنسبة لإنشاء الولاية العشر ولايات الحدودية هي كانت فكرة أساسية مبنية على النقطة الأولى هو الجانب الأمني. نعم، طبعا حماية الجزائر. نعم، ثم بعدها نحكو أنه مراحل، لأنه شوف لما نشوف المشاريع الجزائرية خاصة المناطق الحرة، شوف الموقع نتاعهم كيف يمكن طبعا إحداث حركية بالنسبة لهذه النزاعات عن طريق طبعا تبديلها وتغييرها بمنظومة اقتصادية، عن طريق حركية اقتصادية، عن طريق طبعا البداية راح تكون طبعا
أكيد مبادلة تجارية، ولكن المراحل القادمة كيف يمكن طبعا الولوج إلى إفريقيا، لأنه صعب طبعا هذه المناطق، صعب طبعا الولوج إلى إفريقيا من خلال هذه المناطق. ولكن رغم ذلك أنه أمن الجزائر طبعا من أمن إفريقيا، أمن صحيح. الجزائر طبعا من أمن دول الساحل، كيف يمكن طبعا إيجاد حلول مهمة واستراتيجية حتى لمرافقة هذه الدول، والجزائر طبعا مبنية على الاستراتيجية، كيف يمكن طبعا مرافقة كل الدول طبعا الساحل وإعطاء حلول بديلة بالنسبة لمنظومة اقتصادية. جيد أستاذ سليمان عرج، لما نتحدث عن دور الجزائر اليدي في هذه المنطقة، بالتأكيد منطلقنا ليس ديماغوجيا، لأن حتى كبرى الهيئات الدولية أقرت بدور الجزائر. تتذكر معي مجلس الأمن لما تحدث وأشاد بدور الجزائر في مالي، ألا ترى أن حتى الملاحظين أستاذ سليمان عرج تحدثوا أن هذا الدور الذي وصلت إليه الجزائر راجع أيضا إلى دبلوماسية الفعل وليس دبلوماسية التصريحات؟ ماذا نقصد بدبلوماسية الفعل هنا أستاذ سليمان عرج؟ دبلوماسية الفعل هي كل ما يعكس الخطط والبرامج وربما الشراكات. أنا قلت أنه الجزائر دائما تأكد في إطار يعني دعمها لقضايا الأمن والتنمية في إفريقيا على الجانب المؤسساتي أولا، على اعتبار أنه يتضمن المسائل القانونية والتشريعية التي يمكنها توفير بيئة مواتية للتعاون، وأيضا خرطت الجزائر في دعم مختلف أشكال وأنواع يعني الشراكة مع الدول الإفريقية، إضافة إلى مساهمة الجزائر في أيضا مبادرات دعم بناء القدرات الذاتية للدول الإفريقية من خلال جملة من البرامج. وما تقدمه الجزائر اليوم الفعل، اليوم لما نتكلم فعليا وميدانيا، لما نتكلم على السوق الإفريقية كفضاء للتبادل الحر، لما نتكلم على اليوم المشاريع التنموية التي يمكنها أن تنعش الاقتصاد وتدعم الاستقرار والتنمية، لما نتكلم ربما مثلا اتفاق المصالحة في مالي الذي رعته الجزائر، اتفاق المصالحة في مالي، دور أيضا الجزائر في أيضا في النيجر، لما نتكلم أيضا من ناحية تنموية تندو في الزويرات، هذا الخط اللي يعتبر شريان يعني حيوي من شأنه تحريك وتفعيل الحياة في المناطق الحدودية. المناطق الحدودية وفكرة الولايات الحدودية قائمة عندها أكثر من بعد، ليس فقط منطلق أمني، لأنه حتى تثبيت الكثافة السكانية في مناطقها هو خدمة للتنمية، ثم باش نتكلموا بمستوى ثاني على المسألة الأمنية. ربما أنت كنت قد سألت على مسألة أنه الاقتصاد هو اللي يجيب الاستقرار، هو في صراحة هذا الطرح هو طرح يعني خلينا نقول أطلسي أكثر منه ربما طرح يتماشى مع خصوصية، لأنه من يفهم حقيقة وجغرافية وإثنية وتفاصيل المنطقة يفهم أنه لابد من تحقيق الأمن والتخلص من كل مسببات يعني إثارة اللا أمن في منطقة الساحل، حتى يمكن لدول الساحل أن تستغل مواردها بالإمكانيات والكيفيات اللازمة لتحقيق التنمية المنشودة. اليوم ما زال تجارة المخدرات تغذي نشاط الجريمة المنظمة وتغذي انتشار الجماعات الإرهابية، فأعتقد أنه التحرك اليوم هنا خصوصا اللجنة رفيعة المستوى المكلفة يعني حول الأمن والتنمية اللي كانت في زيارة للجزائر، أعتقد أن لابد أن تأخذ بعين الاعتبار هذا النقطة، نقطة أو المتغير المرتبط بكيفية القضاء وضع حد لتجارة المخدرات التي الرائجة في المنطقة والتي أصبحت المغذي رقم واحد للإرهاب وللجريمة المنظمة، وهي ما يضرب التنمية، لأنه نتكلم على تبييض الأموال، نتكلم على أموال يعني غير مشروعة وخارج دائرة الإنتاج اللي راي تأثر على اقتصاديات هذه الدول، وفي ذات السياق تضرب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي. جيد أستاذ دكتور وريا تيغرسي، الجزائر دائما ما تنادي إلى
وضع حلول فيما يخص الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، وحتى الأمن البيئي. ما علاقة الأمن الغذائي والطاقوي والبيئي بتحقيق الأمن والسلم والتنمية في هذه المنطقة؟ نعم، قبل ما نحكو هذا نحكو أهم الاستثمارات اللي قامت بها الجزائر. نعم. كما نشوف طبعا طريق طبعا العابر للصحراء، للجزائر طبعا توعدت بالتكفل، خاصة الشطر المتعلق بنيجيريا للجزائر، لأنه معناتها النيجر معناتها لما نفك الخناق، لأنه إشكالية في هذه الدول. نظن سليمان أجدر بني في الجانب هذا، ولكن بالمقابل كيف يمكن طبعا فك الخناق على هذه الدول واستغلال الإمكانية تتاحها لما استعمل طريق عابر للصحراء. لأن مشكلة إفريقيا مش فقط الساحل، مشكلة طبعا إفريقيا هو طريق الوحدة الإفريقية، لأنه لما تكون عندنا طرق ومتشعبة بالنسبة لاتصال إفريقيا، راح طبعا نخفض التكاليف وتكون تبادل بيني، ويكون طبعا تبادل تجاري، ويكون حتى يعني البنى التحتية. نعم. بالمقابل شفنا لما نشوفوا على فقط الجانب هذا، ولكن شفنا انه الخط طبعا خط او انبوب الغاز اللي مر طبعا من نيجيريا النيجر الجزائر، لانه مهمه تاعو في المرحله القادمه. هناك كثير من دول، ومن بينها طبعا دول الساحل اللي ممكن تستفيد من هذا الجانب. اذا لازم تكون استثمارات كما قال سليمان، استثمارات حقيقيه باش نخرج من المشكله هذا، لانه لا يمكن طبعا معالجه المشكل بطريقه امنيه فقط، ولكن ينبغي ان تكون استثمارات حقيقيه اللي طبعا تستقطب طبعا كافه النزاعات اللي كانت موجوده في المنطقه. نعم. ويمكن تحول او نظره تحول من هذه النظره اللي كانت في المرحله القادمه الى نظره طبعا اقتصاديه. تكامل، نعم، لما نكون نحكي للتكامل ونحكي طبعا خاصه بالنسبه للامن الغذائي، هناك طبعا امكانيات في دول افريقيه حتى دول الساحل. لما تشوف انه الارقام طبعا 80-95%، ارقام طبعا مهمه جدا، ولكن لما تكون عندك حركيه بالنسبه لهذا القطاع وتطوير طبعا ومرافقته طبعا بتكنولوجيا. نعم. يمكن ان يكون لما نشوف مثلا السودان امكانيه تاعها طبيعيه كبيرة جدا، وقادرة عندها قدرة على التصدير في العالم الإفريقي، ولكن بالمقابل تستعمل أدوات كلاسيكية. نعم. معناتها كيف يمكن من خلال المنابر العالمية، من خلال طبعا كل المنظمات العالمية، سواء بالنسبة للأمم المتحدة، سواء بالنسبة للبنك الدولي، سواء بالنسبة لكل المؤسسات، كيف يمكن طبعا مرافقة إفريقيا في المراحل القادمة على أساس رابح رابح. أنا نقولها بكل صراحة، على أساس رابح رابح، لأنه درت استثمار بالنسبة للمنظومة الفلاحية مثلا، يمكن أنه بعد سنوات تحقق ربح، ولكن طبعا يجب تغيير هذه المعضلة وهذاك الفكر اللي موجود عند الدول الإفريقية اللي ما زالت بنفس اليوم، ما زالها أنه تفكر بطريقة المستعمرات التي لا يجب طبعا ترقيتها وترقية طبعا المواطن الإفريقي. وبالتالي أنه لما نشوف طبعا الأزمات راح تولي على العالم الآخر، لأنه شوف لما نشوف الهجرة غير منظمة، لما نحكو طبعا إشكالية المخدرات، طبعا في الأخير اللي راح تتحملوا المسؤوليات هي هذه الدول. إذا ينبغي طبعا ديسنتراليزاسيون وتحويل بالنسبة لهذا المشكل من هذه الدول إلى دول إفريقية، وطبعا تحقيق هذا الاستقرار من خلال الاستقرار بالنسبة للأمن الغذائي، بالنسبة للأمن التقوي، لأنه الإمكانيات الكبيرة. وهنا شفنا مبادرة في وزير الاقتصاد طبعا الألماني اللي كان زيارة إفريقية في طبعا الشهر الماضي تقريبا. نعم. والهدف منه كيف يمكن إيجاد طاقات متجددة بالنسبة لإفريقيا في المرحلة. إذا لأنه هذه الأزمة، لما نشوف الأزمة اللي موجودة في أوروبا وأزمة الغاز وأزمة الطاقة، لو أن أوروبا استثمرت في إفريقيا وطبعا استقبلت واستعملت كل الإمكانيات اللي موجودة في إفريقيا، راح هي حل بالنسبة لهذه الدول والعالم بصفة عامة. جيد أستاذ سليمان عراج، يبقى لدينا الكثير من الوقت. قضية تدخل الأجنبي، الجزائر أو التجارب أثبت يعني الرؤية المتبصرة للجزائر في خطورة التدخل الأجنبي، رأينا أفغانستان، العراق، ليبيا أيضا. أنا ترى أن التدخل الأجنبي بمفهوم الجزائر ليس تدخلا عسكريا وفقط، إنما هناك تدخل أيضا من نوع آخر، هناك تدخل ناعم إن صح التعبير أستاذ سليمان عراج،
وحتى الجزائر وقفت في وجه الكيان الصهيوني أن يكون مراقبا في الاتحاد الإفريقي، وهذا النوع من أنواع التدخل أستاذ سليمان عرج. هي لوبيات على كل حال، هي لوبيات تتحرك، لديها مصالح، لديها ربما أهداف استراتيجية تسعى إلى تحقيقها، لأنه الهدف هو أنه كيف يتم إخضاع هذه المنطقة كلها للسيطرة، تكون يعني من انطلاقا من إيجاد موضع قدم لهذه الكيانات وهذا اللوبيات لتخدم مصالح محددة، ويمكن من خلال أيضا أنها تكون يعني منطقة عمليات، يعني تدار من هذه المنطقة الحيوية ربما استراتيجيات أو مصالح تخدم القوى الإمبريالية، ولكن لا تخدم أبدا ولا تراعي أبدا مصالح دول المنطقة. لذلك كانت الجزائر وما تزال واقفة بسلوكها، بمواقفها العقلانية الحكيمة، بما تدعو إليه وتنادي إليه من عدم تدخل في شؤون داخلية للدول، احترام سيادة الدول الإفريقية، حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأيضا الالتزام التنموي، لأنه لما نرجع لاتفاق المصالحة في مالي نشوفه بأنه هناك الأطراف الأوروبية لم تفي ب يعني التزاماتها تجاه دعم التنمية في مالي، نعم، كانت شرط من الشروط بناء نعم هذه المصالحة، وغير ذلك من تفاصيل تستدعي احترام سيادة هذه الدول الإفريقية، الابتعاد عن الحلول العسكرية، والعمل على ترقية الحلول السياسية، وعلى الخصوص دعم العمل المؤسساتي في إطار مؤسسات الاتحاد الإفريقي. اليوم فيه مؤسسات بديلة انتجها الاتحاد الإفريقي يمكنها تأطير العمليات السياسية أو التوجهات السياسية والتنموية للقارة الإفريقية. حتى نتحدث عن التدخلات الأجنبية أستاذ سليمان عرج، الجزائر لم تهمل أيضا خطورة هذه التدخلات، حيث حتى من الجانب الديني والجانب الثقافي أيضا أستاذ سليمان. نتكلم على دور الدبلوماسية الدينية، ونتكلم مثلا على ما تؤديه الزاوية التجانية من دور، على اعتبار أن الخلافة العامة مقرها الجزائر، ما تؤديه من دور في نشر قيم التسامح وقبول الآخر وترقية السلم وغير ذلك، إضافة إلى الاحتفاء بالعلماء يعني الزعماء اللي صنعوا أمجاد هذه واستقبالهم من طرف الرئيس له رمزية. طبعاً السيد رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للبعد الإفريقي، بالنظر إلى ما يمكن لأهمية هذا الفضاء بالنسبة للجزائر، وبما أيضا يحمله من أبعاد يعني تمكن من تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز وخدمة قضايا الأمن والتنمية في إفريقيا على العموم، وخصوصا منطقة الساحل الإفريقي. جيد، شكرا لكم ضيفي الكريمين دكتور سليمان عرج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والدكتور الهواريتي غرسي الخبير الاقتصادي، شكرا لكم على الحضور وعلى هذه الإفاضة. بعد فاصل قصير يلقاكم زميلي إبراهيم الخليل كربال في الملف الدولي. شكرا لك سيد أحمد ولضيفك الكريمين ولضيفي أيضا في الملف الدولي الذي يصحبني فيه الأستاذ مصطفى بورزامة، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، لمناقشة موضوعنا الليلة في الملف الدولي. تحية طيبة لك وتحية طيبة إلى كل متتبعي قناة الإخبارية الجزائرية وإلى الضيوف الكرام. سيد أحمد، إذن في ملفنا ما أشبه اليوم بالأمس لذات 10 مايو 73 900 و1000، تاريخ المؤتمر التأسيسي للبوليزاريو وشعار البندقية من أجل الحرية. المؤتمر هو 16 للبوليزاريو بمخيمات اللاجئين الصحراويين بالداخلة، امتحان للعبقرية الصحراوية، محطة مهمة لإدارة الحرب ضد الاحتلال المغربي، اجتماع استثنائي بكل المقاييس لأنه يعقب العودة المباشرة للكفاح المسلح بآخر مستعمرة في القارة السمراء، وقفة تقييم، محطة لتكييف العمل المسلح ضد الاحتلال مثل ما ينص عليه شعار هذا المؤتمر. هكذا وصف المؤتمر 16 للبوليزاريو بيد داخل أهميته، مخرجاته، أمام التطورات الدولية والإقليمية وفضيحة الفساد المدوية في البرلمان الأوروبي المعروفة بماروك جيت، وتصاعد الدعوات لتدخل عاجل لوقف فوري للنهبي المغربي المكثف للثروات
الطبيعية. نتابع هذا التصريح ثم نعود. هو اليوم الخامس من هذا المؤتمر اللي إلى حد الساعة حضور مميز، مميز بحضور المشاركين اللي قدموا من مختلف أماكن تواجد الصحراويين في الملاجئ، في الأراضي المحررة، في المدن المحتلة، في الجاليات لمختلف بلدان العالم. وهذا يظهر الإجماع والإصرار الصحراويين واستمرارهم في الكفاح المسلح، إرادتهم في السير إلى الأمام. أيضا الحضور الدولي المميز، والآن استكمال جدول الأعمال، وبعد تبني المصادقة على القرارات النهائية وانتخاب القيادة، وبعد ذلك يعني الانطلاق في تنفيذ هذه القرارات اللي لا محالة ستشكل دفع قوي للجميع نحو إنجاز البرامج المصادقة عليها والمهمات المرحلة المقبلة. إذن نجدد الترحيب بمن التحق بنا اللحظة لمناقشة المؤتمر أو ما يدور المنتظر في مخرجات المؤتمر 16 للبوليزاريو بمخيمات اللاجئين الصحراويين بالداخلة. أستاذ مصطفى، استمعنا منذ قليل للتصريح الذي أدلى به السفير الصحراوي بالجزائر حول أهمية هذا المؤتمر. أكيد عندما نتكلم عن قضية الشعب الصحراوي واليوم في هذا المؤتمر 16 الذي عاد بعث المقاومة المسلحة من أجل التحرر ومن أجل استقلال الصحراء الغربية، هو في حد ذاته إعادة بناء أو تنظيم البيت الصحراوي من خلال هناك الشعب الصحراوي، وهناك كذلك الممثلين للشعب الصحراوي يجب الآن أن يتقاربوا في الرؤية من أجل تحرير الأراضي الصحراوية، وهذا بعد خرق الهدنة ما بين المغرب والشعب وجبهة البوليزاريو. اليوم أظن أنه أنا أؤمن بمقولة: ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة. هذا الشيء الأول. الشعب الصحراوي اليوم وكذلك المسؤولين الصحراويين يجب أن يدركوا تمام الإدراك على أن استقلالهم هو في إعادة بعث المقاومة المسلحة من أجل درء هذا الاستعمار الذي استعمر بلادهم ويستنزف خيراتهم. وحتى بعض الشركات اليوم التي يقف وراء نظام المخزن هو كيانات، وهو الكيان الصهيوني بطبيعة الحال بالشيء الأول. والشيء الثاني المؤسسات متعددة الجنسيات التي تستنزف الفوسفات. نعم. وتستنزف كذلك إن صح القول الخيرات البحرية الموجودة على الساحل الصحراوي. هي فيها نقطة مهمة أيضا أستاذ الملاحظ، هو التواجد الكثيف والمكثف للمشاركين كما تفضل به السيد السفير، وهو أيضا عضو المؤتمر 16 للبوليزاريو، يقول أنه كما تبعنا أنه يحظى بتأييد متزايد سواء بالنسبة للصحراويين في مختلف المتواجدين في مختلف المناطق، سواء في المناطق المحررة والمدن الصحراوية أو الدول الإفريقية والعربية وحتى الأوروبية وأمريكا. لا تلاحظ أنه انتقلت القضية من مرحلة تواجدها وإدراكها على مستوى ربما النخب والسياسيين إلى مختلف مكونات الشعب الصحراوي؟ شوف، هو حتى التطور التكنولوجي اليوم، لأن القضية الصحراوية مرت بمرحلة فتور اللي هي مرحلة الهدنة، هذه مرحلة تقريبا 3 عقود وهي في هدنة، وربما أن الدبلوماسية كما ذكر أحد الكتاب الموريتانيين حول قضية الصحراء الغربية وهو مشارك في هذا المؤتمر، قال أن هذه الفترة التي كانت فيها الدبلوماسية تتحرك وما يعني خفت من وقع التسويق إلى هذه القضية. الآن دخل على الخط التكنولوجيا الحديثة اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، وأنت تدرك وكذلك ممثلي الصحراء الغربية على مستوى العواصم في مختلف القارات الخمس، واليوم تقريبا 2000 مشارك من بينهم من كل القارات، من أمريكا الجنوبية
الجنوبية ومن أمريكا الشمالية ومن آسيا ومن أوروبا ممثلين على مستوى هذا المؤتمر. وحتى اليوم روسيا لديها ممثل في هذا المؤتمر، وهذا يعطي كذلك إن صح القول مصداقية، ويعطي كذلك زخم إعلامي نستطيع من خلاله اليوم يجب أن يستغل المسؤولين الصحراويين. زخم إعلامي ليس فقط استسمعك سيد، ليس فقط زخما إعلاميا وإنما زخم سياسي، باعتبار أنه أكيد. زخم الإعلامي هو الملاحظة التي تتفق معي حتى أيضا يفهم المشاهد الكريم أنه القضية فرضت تواجدها على المستوى الساحة الإعلامية رغم التضييق والمحاولات دس القضية في الرف. في الرف لأنه شوف نياظر المخزن استغل كل الظروف من فساد في الاتحاد الأوروبي إلى غير ذلك، شراء الذمم وإلى غير ذلك، من أجل طمس أو إن صح القول تنويم الرأي العام العالمي على القضية الصحراوية. هناك تقريبا في العالم إذا تكلمنا هناك 17 نقطة ما زالت تحت الاستعمار إن صح القول، أغلبها تحت الاستعمار البريطاني. أول هذه القضايا هي قضية الشعب الصحراوي التي هي في إن صح القول في الأمم المتحدة صنفت على أنها تصنيف استعمار. الاتحاد الأوروبي كان في الأول كان يتبنى القضية الصحراوية، ثم بعد ذلك تراجع لأنه أنت تدركون أنه في العلاقات الدولية هناك علاقة براغماتية يعني صح القول. الآن في خضم هذه الأزمة الأوكرانية الروسية نتكلم على هذه الأزمة، كذلك خروجنا من أزمة كورونا، الآن على الصحراويين أن يستغلوا هذه الفرصة. أولا إعادة بعث الكفاح المسلح، ثانيا شبكات التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت تصل ما لا تنقله القنوات العادية اللي هي الإعلام الثقيل إن صح القول، تنقله شبكات التواصل الاجتماعي، ويفرض على القنوات أنها تنقل ما يحدث في الصحراء الغربية الذي هو شعب مظلوم. شعب الآن هناك بعض السياسيين يقبعون في سجون نظام المخزن، ربما الآن حان الوقت أننا أو على الصحراويين أن يتحركوا وأن يجدوا طرق وسبل، لأنه يجب أن يستشفوا كذلك من الثورة الجزائرية ومن كل الثورات في العالم. الآن ربما هذا المؤتمر يأتي في وقته إن صح القول، تنظيما يجب أن إعادة تنظيم البيت الصحراوي، وكذلك إعادة إن صح القول بعث العلاقة بين القياديين وبين الشعب الصحراوي، وكذلك الشيء الثاني وهو استغلال الدبلوماسية، استغلال السياسة، واستغلال كذلك المنابر الإعلامية. على ذكر الدبلوماسية واستغلال المنابر الإعلامية، هناك أيضا أصبح لم يعد خفيا على أحد الفضيحة المدوية للمخزن من خلال محاولات الابتزاز، وهي التي تفجرت مؤخرا بالبرلمان الأوروبي. نتابع هذا التصريح للسفير الصحراوي بالجزائر وعضو المؤتمر 16 للبوليزاريو حول هذه الفضيحة المدوية، نتابع ثم نعود. حتى الرشاوى المتورط فيها النظام المغربي تظهر طبيعة النظام المخزن وأساليبه في تغيير مواقف الدول والهيئات والمنظمات، إذ لا يوجد اتباع لسياسة المخزن بشكل تلقائي أو مبدئي أو باعتماد على قناعة أو إنصاف أو شرعية، وإنما بشراء الذمم والرشوة. هذا اتضح في هذا الأمر بشكل صريح، لأنه كان يريد منهم أن يصادقوا على قرارات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما يضمن إدخال الصحراء الغربية في هذه الاتفاقيات، اتفاقيات الزراعة واتفاقيات الصيد، وأيضا منع ناشطة صحراوية من نيل جائزة سخروف، لأن هذه ستعطي رمزية كبيرة للنشطاء الصحراويين، وتدخل لمنع أنها توصل إلى هذا بالرشوة ليس بالقناعة. ويمكن أن نقول أنه نجح في تغيير موازين القوة بالرشوة مع الأسف، وهذا اليوم يعود إلى الاتحاد على البرلمان الأوروبي الذي عليه أن يلغي تماما بباب المنطق أي اتفاقيات حصلت وكان وراءها الرشوة، هذا يجعلها باطلة ولاغية ويجب أن تراجع هذا حتى يبقى البرلمان الأوروبي منسجما مع مبادئه.
الرشوة، الابتزاز، الممارسات الخبيثة، محاولة شراء الذمم، وحتى استخدام البرمجيات الخبيثة في الفضاء الرقمي والافتراضي لمحاولة ترسيخ هذه الكذبة التي أضحى لا يصدقها أحد حتى ربما في العمق المغربي. أستاذ مصطفى، ما رأيك فيما تفضل به السفير؟ أكيد أنه الماروك جيت هذا، وقبلها كان بيجاسوس التي كشفت تجسس المخابرات المغربية ومن وراءها المخابرات الإسرائيلية الموساد، هي المخابرات الصهاينة الذين يريدون ربما خلخلة المنطقة هنا، خاصة عندما نتكلم على إفريقيا، وهم يدركون تمام الإدراك المحور الجزائر نيجيريا وجنوب إفريقيا ومعه بعض الدول الأخرى مثل مصر إلى غير ذلك، يريدون خلق الأزمات داخل الجسم الإفريقي. الشيء الثاني، نتكلم اليوم على هذا الاتحاد الأوروبي، اليوم هو أمام امتحان كبير جدا، والفضائح هذه قد عرت كل تلك الاتفاقيات وتلك الابتزازات التي كان تقوم بها سفير نظام المخزن في بولونيا، وكذلك رئيس المخابرات المخزنية عندما كان يقدم الرشاوى، وكذلك يأتي بالنواب أو البرلمانيون الأوروبيون داخل المغرب، وأنت تدرك ماذا يحدث داخل المغرب من تصويرهم وابتزازهم وإلى غير ذلك. الأمر متشابه، وفي المستقبل سوف نرى فضائح أخرى، لأنه امتدت حتى للصحافة الأمريكية عندما كان بعض الصحفيين مأجورين حول مجمل القضايا، نتكلم على القضية الصحراوية حتى القضية الفلسطينية، ونتكلم كذلك حتى أنه هناك عملية ممنهجة واستراتيجية واضحة حتى في شبكات التواصل الاجتماعي، هناك مخابر بعينها. نتكلم اليوم على الصحفيين، كذلك استغلال ما قام به نجل نيلسون مانديلا عندما تكلم عن الصحراء الغربية وكان واضعا في يده علم الصحراء الغربية هنا، وهذا يدل على أنه حمل القضية في قلوب الأفارقة، حمل القضية في قلوب الأفارقة، وأنه هي آخر مستعمرة في إفريقيا، آخر مستعمرة في إفريقيا. وأظن أن النضال الآن يجب أن يأخذ منحة آخر، يجب أن يأخذ منحة سياسي دبلوماسي، ويأخذ كذلك منحة مقاومة مسلحة، ويأخذ كذلك الشيء الثالث، وهو أن الأفارقة اليوم يجب أن يتحدوا من أجل على الأقل افتكاك مقعدين دائمين في مجلس الأمن، ولما لا كذلك معه ثلاث مقاعد غير دائمة، من أجل أن يكون هناك صوت يصدح في يصدح في الأمم المتحدة من أجل تحرر الشعوب، ومنها الشعب الصحراوي الذي يجب الآن أن يتحرك فعليا وتكون مراعاة كذلك الدول الإفريقية. أستاذ مصطفى برزامة، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، كنت معنا ضيفا في مناقشة هذا الملف الدولي من الجزائر مباشر. عودة لك سيد أحمد. شكرا إبراهيم، والشكر موصول لضيفك الكريم. بختام الملف الدولي نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج الجزائر مباشر. سلام.